أخبار اليوم. أتوجه بالشكر والتقدير للسيدة المستشارة على حسن الاستقبال ودرجة وكرم الضيافة. والحقيقة احنا خلال المباحثات اللي اتعملت مع السيد رئيس الجمهورية الألماني والسيدة المستشارة كنا وجدنا تفهما كثيرا للواقع اللي موجود في مصر، واحنا كنا حريصين لان احنا نوضح الحالة المصرية اللي احنا بنعيش فيها. بس قبل ما انسى اسمحوا لي ان انا اوجه التحية والتقدير لكل المصريين اللي جم من اوروبا بالكامل ومن مصر عشان يبقوا موجودين معنا هنا، عشان يبقى رسالة واضحة ان الشعب المصري اراد التغيير في 30/6 وغير من اجل مستقبل افضل لي والشباب. من فضلكم احنا موجودين هنا مع اصدقائنا، مع قيادات احنا بنحترمها، مع شعب احنا بنقدره وبنرى فيه ان هو شعب عظيم. ممكن العلاقات القويه اللي موجوده بيننا وبينهم تزيد اكتر والتعاون يبقى اعظم، لان هم في محل تقدير لهم في بلادنا. وعلى المستوى الشخصي مش مني أنا فقط، من كل مصري بيقدر الشخصية الألمانية ويرى أن الشخصية الألمانية حفرت، بنت، أسست حاجة عظيمة جدا، حضارة عظيمة جدا. وده كلام مش مجاملة لكم، لكن دي حقيقة احنا عايشينها. واحنا كمان في مصر، احنا كمان في مصر عايزين نعمل حضارة عظيمة. وانتوا اتكلمتم معانا عن كلام كتير في الحريات والديمقراطية، لازم تكونوا متأكدين ان احنا في مصر كمان بنحب الحرية والديمقراطية وعندنا قيم انسانية رفيعة عايزين نعملها، بس في ظل ظروف صعبة جدا جدا. احنا نقول الكلام ده لان مفيش فرصة. بدون شك احنا عندنا قصور في مصر، ما قدرناش نوصل الرسالة لكم عشان تسمعونا وتعرفوا ما يدور في بلادنا، مش بس في مصر، في المنطقة بالكامل. وعشان كده دي فرصة بالنسبة لي، وبقول لكل من بيسمعني إذا كان من الأصدقاء الألمان أو من الأوروبيين، ما يحدث في مصر والمنطقة أمر عظيم جدا يجب أن تنتبهوا إليه جيدا. لولا شعب مصر، هذا الشعب اللي خرج بالملايين من أجل مكافحة الفاشية الدينية، لكان للمنطقة شأن آخر. احنا ما كناش نقدر نسيب أبدا بلدنا تصل لحرب أهلية وهي عددها 90 مليون وفيها بشر قد اللي موجودين في سوريا والعراق وليبيا واليمن والصومال. لو حصل ده كنت هتيجوا تساعدونا وتدونا المساعدات بالطيارات، مش هتعرفوا تعملوا لنا حاجة، كنا هنبقى شوية لاجئين. ده ما يحصلش في بلدنا. بالمناسبة في عندنا علاقة خاصة جدا أنا ما قلتهاش مع السيدة المستشارة أثناء حوارنا، قلت لها أن في الجيش المصري له علاقة خاصة بشعبه مش موجودة في دول كثيرة من العالم. هذا الجيش هو جزء من هذا الشعب، ينبض بنبضه، يحافظ عليه، ملك لشعبه وليس ملك الحاكم أي حاكم، بدءا من مبارك وحتى السيسي. النقطة دي أنا بقولها عشان تبقى واضحة، لأن أنتم محتاجين تسمعونا وتعرفوا أن اللي حدث في مصر ده أمر عظيم جدا جدا ولازم تساعدونا. السيدة المستشارة كلمت معايا، وده حقيقة في أحكام الإعدام، وأنا مش هستنى لما الإعلاميين يسألوني عن أحكام الإعدام. خلونا أكلمكم، إحنا ما عندناش حاجة نخبيها عنكم، بس أعرفوا وجهة النظر بتاعتنا. هي الديمقراطية بتقول إيه؟ أن أنتم ليكم وجهة نظر نحن نحترمها، وإحنا لينا وجهة نظر أنتم تحترموها أيضا، وإلا يبقى وجهة نظر واحدة. إحنا في مصر الإعدام، وأنا شرحت ده للسيدة المستشارة، قلت لها أن إحنا عندنا 3 مسائل عندما ننظر إلى العقوبات في مصر. أول مسألة منهم لازم ننتبه لها أن مصر دولة دستورية، تقريبا دولة لديها دستور منذ 23، يعني من 100 سنة تقريبا. ثم
دولة ذات قانون وسيادة للقانون، ونحن نحترم القضاء المصري، ولا نستطيع طبقا للقانون والدستور أن نعقب أو نعلق أو نناقش أحكام. دي نقطة. لكن ده ما يمنعناش إن احنا نوضح لكم أمور قد لا تكون واضحة بالنسبة لكم نتيجة البعد الجغرافي بيننا وبينكم. إيه هو؟ أول نقطة في حكم الإعدام قرارات إحالة المفتي، قرارات إحالة المحكمة للمفتي هي قرارات عبارة عن استبيان، استطلاع رأي المفتي في الأحكام اللي هتصدر، هل تستحق من وجهة النظر الدينية أو الشرعية إنها يتم تنفيذها أو يتم إصدار عقوبة الإعدام عليها أم لا؟ ده موضوع ملوش علاقة خالص بحكم الإعدام. دي نقطة. النقطة الثانية، وبرضو أرجو من حضراتكم كلكم تنتبهوا لها هنا في ألمانيا، لأن أنتم رأيكم يهمنا وموقفكم يهمنا جدا. لازم تكونوا متأكدين أن أحكام الإعدام اللي صدرت أحكام إعدام في غالبيتها أحكام غيابية، أحكام غيابية. هذه الأحكام تسقط بحكم القانون بمجرد مثول المتهم الغائب عن المحاكمة أمام المحكمة، وتبدأ إجراءات تقاضي عادية طبقا لقانون جنائي في مصر معمول طبقا للإجراءات والاعتبارات الدولية، مش خاص بمصر بس. ده مش محاكم استثنائية ولا محاكم ثورية بتصدر أحكامها على الناس. نقطة الثالثة فيما يخص هذا الموضوع، احنا حتى حكم الإعدام اللي بيصدر ده بيبقى أول مرحلة من مراحل التقاضي، والنائب العام في مصر أو النيابة العامة في مصر التي تمثل سلطة الشعب لابد أن تتقدم بطلب إعادة المحاكمة. ده إجراء قانوني لابد من تنفيذه عشان يخش في مرحلة التقاضي مرحلة تانية النقض عليه. أنا حبيت أقول النقطة دي لأن إذا كنتم حريصين على الحياة وعلى الإنسان اوعى تستكتروا علينا ان احنا كمان نكون حريصين على الحياة وعلى الإنسان. احنا ارجو ان احنا ننتبه للكلام اللي انا بقوله ده كويس، وانا بنتهز الفرصة ان احنا موجود مع السيدة المستشارة اللي انا بقدرها. صحيح، خلي بالك في مصر يوم 3/7 صدر بيان لم يمس فيه انسان مصري واحد، وكانت الفرصة متاحة للجميع بالمشاركة لعملية سياسية جديدة، ما كناش محتاجين أبدا نخش في عمل عنيف ضد بعضنا البعض لمدة سنتين. أنا بقول الكلام ده لأن يمكن يكون ده مش واضح عند كتير مننا، فأنا بس بوضحه. دي مسألة أو دي نقطة حبيت أن أنا أتكلم فيها بالبداية معاكم. الحقيقة أنا لمست من خلال النقاش والحوار والمباحثات اللي تمت مع السيد الرئيس رئيس الجمهورية والسيدة المستشارة كل تفاهم وكل تقدير لمصر ومكانتها في المنطقة، وتكلمنا في معظم الملفات اللي هي ذات الاهتمام المشترك، وإحنا موضوعاتنا اللي تكلمنا فيها كان عليها إجماع بأن إحنا نستطيع معا لأن إحنا نفعل كثير من أجل الاستقرار والأمن والسلام للمنطقة لشعوبنا في المنطقة، وكمان أمننا وسلامنا هيمس هنا أوروبا، وده كان أمر واضح ومتفاهم بيننا وبينه. اتكلمنا عن الموقف في ليبيا، واتكلمنا عن الموقف في سوريا، واتكلمنا عن الإرهاب ومكافحته، واتكلمنا عن التعاون الاقتصادي، واتكلمنا حتى عن منظمات المجتمع المدني. واسمحوا لي أقول لكم بلا مجاملة لكم، المنظمتين الألمانيتين اللي موجودين في مصر يمثلان شخصيات ألمانية عظيمة لها تقدير عندنا في مصر، لكن المسألة كلها تمت ضمن منظمات المجتمع المدني في فترة الأربع سنين اللي فاتوا، ودي حالة ثورية كانت مصر بتعاني منها أو كانت مصر بتعيشها. وأرجو أن أنتم تتفهموا الموضوع في هذا السياق، مش محاولة لتضييق العمل أو الخناق على الجمعيات أو منظمات المجتمع المدني في مصر، لأن دورها الجيد مقدر ومقبول عندنا في بلادنا. لكن إحنا لا نستطيع إلا من خلال القانون، ولما بيجي القانون يدينا فرصة لعمل إجراء يدي إشارة إيجابية إحنا لا يعني فورا بيتم اتخاذ هذا الإجراء. أنا أرجو أني ما كنتش أطلت، وعايز أدي فرصة للصحفيين أن هم يسألوا. حاضر. ومرة تانية كل الشكر والتقدير للسيدة المستشارة وللشعب الألماني
على كل اللي احنا شفناه. شكرا جزيلا، شكرا جزيلا.